اول اليوس اوبن. قول لي ايه القصه بقى، رحت عملت ايه يعني احكي لي كده، سافرت ازاي ورحت اشتركت هناك ازاي، قول لي كده اتكلمني بقى. هو في الاول كنا يعني بنجهز ان انا اسافر، بس حصل مشكله ان انا بابايا ما سافرش معايا. المفروض كان انا اسافر معايا بس هو ما سافرش عشان حصل مشكله في الفيزا يعني. فبعديها لما انت رحت طبعا كنت عامل ماتشات هنا كويس الاول، فانت خدت ترتيب حلو، فبقى من حقك تسافر. هما اصلا كانوا بيدونا ورقه توب 10، لازم يبقى في توب 10 عشان يدوك ورقه عشان تروح بقى تقدمها في انت السفاره. كنت في التوب 10، فاكر كنت كام قبل ما تروح بريتش اوبن؟ تقريبا سوري يو اس اوبن، كنت فاكر ايه؟ كان نمرة سبعة أو ستة سبعة أو سبعة. ستة حلو، تقريبا، حاجة كده. سبحان الله. رحت بابا ما جاش معاك، ما اتضايقتش؟ قلت يا نهار اسود ده بابا مش جاي معايا، ده انا هعمل ايه وبتاع، وخفت وكده؟ لا ده انا كنت حاسس ان ده يعني مخليني ابقى حاسس ان انا عليا مسؤولية اكتر، ان انا احاول اعمل احسن برافو حاجة عليك يا عندي. حبيبي، وعايز تفرح بابا طبعا عشان هو ما جاش. صح. طيب رحت احكي لي بقى من اول ما ركبت. لا لا جميل، بيتكلم وماما. حلو وبابا. لا طبعا لسه، لا لسه جاي، لسه جاي. طيب انت لما رحت ركبت الطياره كنت مسافر مع مين بقى؟ مين كان معاك؟ قول هو لي. كنا الاول مسافرين مع كذا يعني، برضو ناس كانت مسافره بيطلعوا زي بسهوله. تيمز مع بعض. جروبات. يعني كان 3 4 تقريبا احنا مسافرين على نفس الطياره. ولما رحت هناك بقى قعدنا برضو في اول نفس مره تركب المكان. طياره علي؟ لا بس كنت بركب زمان وانا صغير انت يعني، بس. مش بس فاكر كان قوي. يعني مثلا يعني مثلا من هنا لشرم الشيخ كده، مش بس ركبتها حلو، ركبتها قبل كده تمام ممتاز. بس. وبعديها لما رحنا هناك برضو كنا قاعدين في نفس المكان. بس هو هناك يعني كان الموضوع حلو يعني، حسيت ان انا لعبت احسن حاجه وعملت اللي عليا. عمل نتائج مبهرة عادي في البطولة دي. طيب لا انت رحت هناك الحمد لله كل مباراة كسبتها الحمد لله، وطلعت لغاية ما وصلت الفاينل، فاكر الفاينل كان مع مين؟ فاينل كان مع واحد مصري، مصري برضه، علي طلب. وكان ترتيبه أحسن منك قبل ما تسافر. هو كان تقريبا 4 أو 5. يا سبحانك يا رب. وكسبت، فاكر كسبت قد إيه؟ كان 3-2. هو كان ماتش يعني ماشي بجيم بجيم يعني، فالحمد لله عرفت اكسب 3-2، ويعني كان فرق نقطتين كان حرفيا. واقف معاك كوتش علي ولا كنت لوحدك؟ لا كان واقف معايا كوتش، وكان معايا واقف معايا اصحابي يعني، كان لا الكوتش بيطلعوا، كله لا بيشجعوا. بيطلعوا البطولات دي مفيش انفيدوال. لا كوتشات؟ انفيدوال، مفيش لا كوتشات ما غير البريتش اوبن شويه. غير بريتش اوبن. بس انت مفيش كوتشز كان معاك، كان صحابك وكان في مدرب تعرفه هو كان واقف معاك وخلاص، يعني انما كان بيشجعني بس يعني، ما كانش بيقول بيشجعك، حاجه. انما انت كنت معتمد وبتفكر لوحدك وكل حاجه. كنت طب انت اول ما خلصت الماتش وكسبت عملت ايه؟ والله انا يعني كان نزل دموع فرحه مش عارف ليه طبعا كده. طبعا يا حبيبي طبعا. واول حاجه كلمت بابايا ومامتي وفرحتهم بقى قعدوا يعيطوا بقى في التليفون وكده يعني. مامتي بس، بابايا لا. طبعا، بابا كان هتلاقي كانت قاعده بتدعي لك. هو اصلا كان في مشكله في اللايف، فما كانواش عارفين يتفرجوا، بس كان سكور بس، كان فهم بقى كانوا قلقانين جدا. فاول ما كلمتهم بقى كانوا فرحانين قوي. معلش يا حبيبي، هم طبعا بيدعوا لك بس الف مبروك.